يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية أهلا بكم أحبائي المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيماية. بولس الرسول في الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي وأصحاح 4 يحكي عن حاجة ربنا عايزها. يا هو ربنا كمان عايز حاجة؟ الحقيقة هو محتاج مننا حاجة، إنجاز التعبير يعني عايز حاجة، عنده إرادة، هو عايز مننا حاجة مهمة جدا. اسمع بيقول ايه: لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة. تسالونيكي الأولى 4:3-4. ربنا مش بيدور النهاردة عشان ياخد مننا حاجة، ربنا مش بيدور على اننا نرضيه بشوية ممارسات، ربنا مش بيدور على ان احنا نوفي الفرض بفرضه، ولا ان احنا نوفي حتى شوية نذور. الله بيدور على واحد بيحبه ويخلص له، ويكون الواحد ده بيحبه بقلبه وعايز يعيش له. عشان كده لما جه يطلب مننا ما قالش يا ابني اعطيني جيبك او اديني عقلك، لكن هو هنا بيطلب هذا النوع من الطلب: يا ابني أعطيني قلبك. إرادة الله أني أكون بقلبي معاه، أكون بتفكير بذهن باتجاه حياة معاه. إرادة الله قداستنا، وهنا يعني بيجيب لمحة من لمحات القداسة، أو يعني أمر بسيط يشير إلى هذه القداسة. كل واحد فيكم أو كل واحد فينا، خلينا نسميها كده، ودي أدق وأعمق، إن إحنا نمتنع عن الزنا، نمتنع عن الزنا تماما، ونمتنع حتى عن أي أمر ممكن يزعل الرب ولو بنظرة، لأن ده بيفرق عند الرب. والمعلومة الأهم من ده كله إنك لازم تعرف، أو إني لازم أعرف، خليني أقول عن نفسي، إني لازم أعرف أن أقتني إنائي بفرحة بكرامة، أقتني إنائي بقداسة، وعيش لربنا بقلب بيحبه وبيخلص له. بصوا، العالم موجود النهاردة بأنواره المبهجة، بطريقة جاذبيته الشديدة. النهاردة أنا محتاج هذا النوع من التفكير، أني أعيش للرب مش منجذب للعالم، محبة العالم عداوة لله، إنما أنا محتاج أقدر عظمة ما صنع الله لأجلي وأعيش لإلهي في هذه القداسة. التنمية بتاعتنا النهاردة بتقول كده: قلبي أسير نعمتك وعملها في قلب حياتي، أنا مديون لرحمتك من بداياتي لنهاياتي، جبتني من المزابل وصنعت لي اسم جديد، كنت راجع وقابل حتى تقبلني ضمن العبيد، قلبي أسير نعمتك. فيها سطر التنمية دي، اخترت التنمية عشانه، يقول له: واتحرك وأنا شايفك بقداسة ناس عايزاك، أتحرك وأنا شايفك ببساطة عين عارفاك، وأعيش لك وأنا خايفك بقداسة ناس عايزاك. يا رب اديني أخد من كلمتك وأعيش في ملء إرادتك اللي أنت عايزني أعيش فيها، القداسة ساعدني. يلي نعمتك جابتني من المزابل، جلستني بين أشراف شعبك، خلي قداستك تملى حياتي، عشان زي ما هرنم لك دلوقتي: أتحرك وأنا شايفك ببساطة عين عارفاك، وأعيش لك وأنا خايفك بقداسة ناس عايزاك، ساعدني. شجع كل واحد فينا النهاردة يعيش لك بهذه القداسة.
قلبي أسير نعمتك وعملها في قلب حياتي. أنا مديون لرحمتك من بداياتي لنهاياتي. جبتني من المزابل وصنعت لي اسم جديد. كنت راجع وقابل تقبلني ضمن العبيد. قلبي أسير قلبي أسير قلبي أسير نعمتك. أنا قلبي أسير قلبي أسير قلبي أسير نعمتك. قلبي رهين كلمتك وجهني منين ما تريد. ده أنا مشتاق في سكتك صوتك في حياتي يزيد. واتحرك وانا شايفك ببساطة عين عرفاك. واعيش لك وانا خايفك بقداسة ناس عايزاك. قلبي رهين قلبي رهين قلبي رهين كلمتك. انا قلبي رهين قلبي رهين قلبي رهين كلمتك. قلبي شهيد خدمتك وأضيع فيها الغالي. أعلن اسمك وفديتك وصليبك وأنكر حالي. يد على المحرات بالتانية بمسح دموعي. ناسي كل اللي فات وصوابعي لجلك شموعي. قلبي شهيد قلبي شهيد قلبي شهيد خدمتك. أنا قلبي شهيد قلبي شهيد قلبي شهيد خدمتك. قلبي مناد جيتك ويكون في سراج الزيت. مع حكيمات بيعتك كعذرة لزمنا البيت. سهري لاسمك بغني ونشيد يجر نشيد. فوق هيبقى التغني بفرح أبدي وأكيد. سهري لاسمك بغني ونشيد يجر نشيد. فوق هيبقى التغني بفرح أبدي ومجيد. قلبي منى قلبي منى قلبي منى مجيتك. أنا قلبي أسير قلبي أسير قلبي أسير نعمتك. وأنا قلبي رهين قلبي رهين قلبي رهين كلمتك. أنا قلبي شهيد قلبي شهيد قلبي شهيد خدمتك. وأنا قلبي منى قلبي منى قلبي منى مجيتك. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا. ربك يحب يفرحنا.